السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. طبعا اليوم راح اتكلم بس عن شيء خفيف بسيط، اتكلم عن ستيكر. اغلب الناس يمشي بكلاف نفس هذا مثلا او هذا الكيس، يعني اغلفه حلوه. قلت تقريبا سويت ريفيو في القناه موجود عندي، اغلفه ممتازه في الحمايه. بعض الاشخاص يخافون عن الشاشه ويخافون على الاشياء، فانصح كل شخص يحط كيس اوكي. لكن احيانا نتمنى ان نمشي بالجهاز بدون اي كيس، حتى مسكه الجهاز بدون الكيس تحس ابداع، يعني تحس انك اذا حطيت لك كيس فقدت ميزه من الجهاز. انك تمشي بالجهاز بدون اي كيس بدون اي شيء شعور جميل جدا. ما ادري ايش اللي قلت الكلمه بس انه صحيح. فحطيت انا ستيكر عندي شفاف، حاطه تقريبا من اول ما شريت الجهاز. طبعا جميع الاجهزه عندي، يعني لو بنرجع لحق الايفون 6 شريتها في 2015 على ستيكر. الان الستيكر ما شلته طبعا، الستيكر مثل ما تشوفون لعب في لعب طلع من جنب ولا شيء، شوف كيف من تحت. لكن الان الستيكر ممتاز من ورا. فانا اول ما اشتري جهاز احط الستيكر على طول، خصوصا من الخلف، من قدام السكرين البروتكتر العاديه وعادي. عاجبني الستيكر وماشي عليه، يعني حاط الستيكر هذا. طبعا يتقطع في الجوانب، خصوصا اذا جيت اركب غلاف، كل مره اركب غلاف اشيله يخترب الجوانب، بس ما راح اشيله يعني. لكن حبيت هالمره اني اشتري ستيكر اغير لون الجهاز. اوكي، ابل مسويه الالوان الذهبي الابيض والاسود، او بس يقري على كلامهم. المهم انه قلت ليش ما اغير اللون بدل ما احط شفاف. كل الاجهزه القديمه كنت احط شفاف، خلي احط لون ثاني عليه. شريت من الشركه هذه هذا الستيكر من الانترنت. طبعا في مواقع كثيره مثل دي براند والاشياء ذي كلها تقدر تكتبون في جوجل تشوفونهم. شريت هذا الستيكر، مش ازرق، يمكن يكون كحلي وتحت اسود اللون مثل ما تشوف. فبجرب ركبه، يعتبر اول مره لي، ما اتوقع اني راح اصور، راح اركبه وارجع لكم. هذا اللي جماعه برضو الوايب العاديه والكارت حقهم من هذه الشركه، وهذا الموقع حقهم، اسم الموقع كلر وير، وهذه الشركه. اللي يبغى يخش لها ويشوف الاسعار ويشوف كل شيء. طبعا ما ادري هل تشحن السعوديه ولا ما تشحن. هذا الموقع حقهم، وهذا الايميل، وهذا اسم الشركه او اسم الموقع. اوكي، راح اركبه على الجهاز وارجع معكم. اوكي، بعد 10 دقائق رجعنا معكم. ركبته. طبعا انا من الاشخاص اللي ما اعرف اركب، يمكن افضل من غيري، بس مثل ما نشوف في هنا بابلز شوي، لكن بيروحون بعد فتره يطلع الهواء اللي داخل. مثل ما نشوف اللون خلاص، هذا الستيكر مركب الحين. مثل ما نشوف هنا في الجوانب، اوكي، ما عمري ركبت ستيكر مضبوط، ما ادري كيف الناس يركبونه. مثل ما نشوف بالنسبة لي ممتاز. هذا الشيء اللي كنت يعني ابغيه، انه خلاص الازرار باينة، مدخل الشريحة باين، يعني اقدر اشيل الشريحة واركبها وبس. هذا الفيديو، هذا الستيكر، مثل ما قلت لكم الرابط هذا موجود، هذا اسم الشركة اللي حابب يشتريه. طبعا ارخص من شركات ثانية. اوكي، اللي بيشتري هذا يعتبر متوسط السعر، لكن اللي يبي كواليتي عدل يشتري من شركة دي براند، يقدر يكتب في جوجل يطلعها، افضل من هذه بكثير، وحتى الماتيريالز حقه افضل بكثير، يعني هو بنفس هذا شوي، هذا اقدر اقول متوسط لكن ما يتقارن بالستيكرات دي براند. وبس في نهايه الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، والسلام عليكم.